ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته انك ولي ذلك ومولاه، ثم اما بعد احبتي في الله عودا حميدا الى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي احبتي في الله عند اعراض السحر العامه، وتحدثنا طبعا بتفصيل على اعراض السحر العامه الحلقه اللي قبل السابقه. وتحدثنا في اعراض السحر اللي هي معموله بعدم الزواج او يعني انك انت ترفضي الزواج الحلقه الماضيه. اليوم بقدر الله تبارك وتعالى طبعا الفتره اللي فاتت ديت او الاسبوعين اللي فاتوا دول في خلال الحالات اللي بتجي لي انا بنبدا نكون فكره ايه اللي الناس محتاجاه؟ يعني عشان برضو ايه الناس ما تقولش انت بتجيب مواضيع لا انا بنحاول نكون انا بنتكلم في مساله مثلا وليكن اعراض السحر العامه او اعراض السحر مثلا معموله بعدم الجواز او او يعني العنوسه او غيره فالناس اللي بتيجي بتخليني نكون فكره الناس محتاجه ايه او المشاهد محتاج من خلال الاسبوعين دول صراحه انا فاتت استنتج من من الشغل يعني او من المراكز اللي عندي او من كثره الحالات اللي بتيجي ان ان في حالات كتير جدا بتروح تتعالج من السحر وما بيحصلش نتيجه لعلاج او ما بتتعالجش طيب انا عايز نعرف ايه السبب اللي يخليني نروح للشيخ نتعالج مره واتنين وتلاتة والف ونروح لعشرين شيخ وما نلاقيش نتيجه للعلاج. فالنهارده بقدر الله تبارك وتعالى عايز نتكلم في موضوع مهم جدا هيمس كل حد كان بيتعالج من سحر او عنده اي حاجه من امراض السحر او الجن او المس او الحسد او غيره. ليه انا بنروح ل 20 شيخ او بنروح نسمع رقيه او بنرتقي او مثلا او بنرقي حد او بنعالج حد او حد بيعالجني فتره كبيره خالص وما فيش نتيجه يعني محسوسه او ملموسه للعلاج للعلاج للحاله ديت فالنهارده بقدر الله تعالى عايز نتكلم في في ثلاث حاجات يخصوا السحر او علاج السحر نفسه ايه اللي يخلي المعالج يعالج وما يلاقيش نتيجه للعلاج انت بتعالج في ايه فاول اساس نبني عليه آه يعني آه الموضوع انت بتعالج ايه الاول انت بتعالج السحر ولا انت بتضحك على نفسك يعني انت بتعالج السحر فعلا انت معالج ولا انت واخد الموضوع كيعني كشو او 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 وضع يعني اجتماعي او انا بنعالج وخلاص ولا ايه القصه بالظبط لو انت بتعالج صح يبقى هتعالج الناس صح لو انت واخد الموضوع كاي خبره ومعيشه وخلاص يبقى انت مش هتعالج حد بل هتضر الناس وتضرهم اكتر واكتر واكتر الحالات اللي بتيجي كلها المركز اما راحوا العشرين 20 شيخ واشهر المشايخ يعني والله انا كان عندي امبارح والنهارده حالات راحوا الاشهر او افضل المشايخ اللي بيعالجوا على الساحه وللاسف يعني ما ما طلعوش بنتيجه ليه ما طلعوش بنتيجه؟ لاني من ضمن الكلام مع الناس او من خلال كلامي مع الناس بنلاقي ان الشيخ اصلا بيعالج بيعالج الخطا يعني هو حاطط كيده كله على الجن عمل الجن عمل الجن عمل الجن عمل وسب كل حاجه في اصل السحر نفسه لما كنت بنتكلم دلوقتي مع اخ يعني فبنقول له ايه بيقول لي موضوع الحلقه يعني قلت له والله موضوع الحلقه بيتكلم على ان انا بنعالج السحر طول عمري وما بيتعالجش ايه المشكله انا في المشكله في المريض ولا في الشيخ اللي بيعالج ولا ايه القصه بالظبط طيب ايه ايه الموضوع اول حاجه لازم عشان الشيخ يعالج حد يعرف هو بيعالج ايه الاول ما يبقاش واحد عنده غضروف مثلا والدكتور بيعالج له مثلا الصداع يبقاش واحد عنده مثلا الم في من تحت الدكتور يعالج له دماغه يبقى لو الدكتور بيعالج ده يبقى مش هينجح في العلاج لكن الدكتور من خلال خبرته او من خلال دراسته بيحدد نوع المرض اللي عند المريض قبل ما يروح يعمل اشعه ولا تحليل ولا غيره فلو الشيخ ما قدرش يحدد من خلال الكلام مع المريض نفسه او او يعني فرض الاسئله بينه وبين المريض 99 او 98% من من الاعراض اللي عنده بتقول انه عنده سحر كذا ويتعالج ازاي يبقى الشيخ مش هيعالج حاجه طيب فرحت للشيخ بيعالجك عرفك الاعراض ايه وسالك في الاعراض وحدد لك انت عندك نوع السحر كذا وعالج السحر وما تعالجش السحر برضه، يعني هو الشيخ يعني جاب اخره معاك عالجك من السحر الماكول، الاعراض اللي عندك زي ما الشيخ راضي بيقول انت عندك سحر ماكول. طيب عالجنا السحر الماكول يا شيخنا يلا عالجناه، طيب هل لقى النتيجه اللي هو عايزها بعد ما عالج السحر الماكول عند المريض ده ولا لا؟ طيب واحد تاني بيربط واحده تانية بتروح للشيخ عشان تتجوز وعانت كتير جدا والاعراض باينه جدا عليها بس ما بتتعالجش، ما فيش نتيجه للعلاج. طيب واحده تانية ما بتخلفش، راحت للشيخ برضو عشان مشكله الخلفه ولفت لما دخلت وعملت كل حاجه وبرضه ما فيش نتيجه للعلاج، مع ان الاعراض باينه، يعني واحد يجي يقول لي طب هي ما عندهاش اعراض، لا، هي عندها اعراض السحر كلها. وزي ما الشيخ راضي بيقول على الهوى انت عندك كذا وكذا وكذا، طب انا ما اتعالجتش، رحت للشيخ ان انا عندي سحر ما، قلت له انا عندي سحر ماكول عالج لي السحر الماكول زي ما الشيخ راضي قال، طيب عالجت السحر الماكول وما لقاش نتيجه زي ما اتعالجت بالظبط، طيب ايه المشكله؟ يبقى النهارده هنتكلم في ثلاث مسائل رئيسيه في الحلقه ديت، اول حاجه ازاي انا بنتعالج، طبعا ده عنوان الحلقه او ده راس الموضوع ان انا متعالج عند الشيوخ وما طب ايه السبب يا شيخ؟ اول حاجه ان يكون السحر وراثي عند الـ الـ الأم وانت بتعالج الفرع يبقى الـ الـ السحر ده له أصل وفرع انت بتعالج الفرع وسايب الأصل يبقى انت بتعالج البنت ويكون السحر عند الأم يبقى انت هتفضل تعالج في الفرع طول عمرك ومش هتنجح ولا هتلاقي نتيجة ليه لأن انت بتعالج الفرع وسايب الأصل زي ما هو تمام يبقى الأصل ده عمال يبعت سحر تاني للفرع وانت عمال تعالج في الفروع بس طيب يبقى هتلاقي نتيجة العلاج مستحيل طيب تاني مسألة يا شيخ راضي لو انت بتعالج لو واحد مثلا مربوط عن زوجته او في مشاكل ربطه بينه وبين زوجته تمام عنده مشاكل في الجماع عنده مشاكل في الحالة حالة او او الى غيره وراح للشيخ راح لبيت شيخ بيعالجوا الزوج وسايبين الزوجة والشيخ اصلا او الساحر اصلا عامل السحر عند الزوجة يبقى انت بتعالج غلط بتعالج غلط ليه لان انت بتعالج الفرع اللي هو ظهرت عليه الاعراض وسبت الاصل كان انت عندك زرعه زارعها والورق بتاعها دبل عمال ترش في الورق عشان يخضر وسبت جذور الشجره نفسها ما فيهاش غذا او في مرض في الجذر نفسه فانت عمال تعالج, تعالج الفروع وسايب الاصل زي ما هو عمال تعالج في الزوج وسايب الزوجه زي ما هي فيها السحر وممكن يحصل العكس يبقى السحر عند الزوجه وانت عند الزوج وانت بتعالج في الزوجه يبقى انت هتفضل طول عمرك فين بتعالج في الغلط لانك بتعالج في الفروع ما بتعالجش الاصل، يبقى دول اصلين يعني لازم الشيخ يعالجهم او يعرف الاول هل انت عندك سحر ولا ما عندكيش؟ ولو السحر ده جالك انت بتعالج انت بتعالج ايه بالظبط؟ طيب، تالت حاجه لما يكون السحر اقتراني. يعني ايه اقتراني يا دي لو اقتراني يعني الساحر عامل طلسم السحر وقسمه بين اختين. في اخت عندها سحر وانت بت... والاعراض دي ظهرت عند اخت تانية وانت بتعالج في اللي ظهرت عليها الاعراض والسحر عند الاخت وصلت يعني في اختين مع بعض هم الساحر عشان خاطر يصعب المساله على المعالج يعمل ايه وعشان كده بنقول في فرق بين المعالج والراقي الراقي بيرقي اللي قدامه انا بنقرا عليك قران وخلاص انا ماليش دعوه بيك انت تظهر عليك اعراضي مش قصتي لكن انا بنرقيك وخلاص يقول لك انا راقي لكن لو انت قلت انا معالج يبقى لازم تدرس ده لازم تدرس انت بتعالج ايه، لازم تدرس انت بتهدم ايه، لو ما درستش ده مش هتعالج حد، ولو عالجت هتوهمه نفسيا انه تعالج وشويه الاعراض ترجع عليه بالاسوأ يبقى الاصل التالت في المساله ايه؟ ان يكون السحر اقتراني، انت عمال تعالج في الاخت وسايب الاصل عند الاخت التانيه. يبقى كده مش هتلاقي مش هتلاقي نتيجه فين؟ في, في علاج الاخت ديت. طيب، يبقى دول ثلاث اساسيات اهمت، اول حاجه لو كان السحر وراثي يبقى انت بتعالج في البنت وسايب الام يبقى السحر وراثي يبقى انت بتعالج في الفرق لو كان السحر مقترن اقتراني يعني السحر عاملهم اقتران قارن الاختين ببعض يبقى انت بتعالج في الاخت اللي عندها الاعراض وسايب الاخت اللي عندها السحر تمام لو كان الربط عند الزوج الربط عند الزوجه وانت بتعالج في الزوج يبقى انت كده دول ثلاث مسائل لو فضلت تعالج فيهم طول عمرك مش هتوصل لنتيجه طيب يبقى انا انا بنت... انا بنجيب ال... يعني انا بنجيب الاسئله دي منين انا ب... انا عايز نط... انا بندخل في دماغ المشاهد او او اللي بيسال انا يا شيخ راضي رحت شيخ عشان خاطر نتعالج من سحر مع يعني سحر معروف كلهم بيقولوا لي عندك عندك سحر ماكول كلهم بيقولوا لي عندك جن عاشق كلهم بيقولوا لك عند بيقول لك عندك حسد كلهم بيقول لي عندك مس كلهم بيقول لي عندك سحر مدفون كلهم بقول... طب عالجني انا عالجتك والله بس سحر بيتجدد علي لك ايه طبعا ده فشل يعني عشان السحر او الشيخ يقول لك ان السحر بيتجدد ده فشل منه. لو الشيخ قال لك ان السحر بيتجدد اعرف ان الشيخ فاشل. ليه فاشل؟ لإنه هو ما عالجش الاصل. لو هو عالج الاصل هيعرف ان الجن هو اللي بيغير اهدافه او بيغير استراتيجياته، بيغير استراتيجيه هو ب... هو جاي عليها من عند الساحر، هو في دماغه سيستم معين جان... جاي عليه. انت يا حبيبي عالج براحتك، انا جاي من عند الساحر متظبط على على حاجات معينه انت هتسمعني الرقيه هنهدى عليك شويه خالص بس تاني يوم او رابع يوم او عشر يوم او بعد شهر هنظهر عليك باعراض تانية انت تقول ان الجن الاولين ماشي زي ما كان عندي اخت امبارح بتقول لي الشيخ قال لي انت عليك 12 جن عليك 12 جن اه ده انت لو فيك جن واحد هيجننك لا اصلا انا عليا 12 جن طب ايه اللي عرف الشيخ يا بنتي قال لي ده قال لي ده طلع واحد حرق واحد اسمه محمد ودمر اثنين اسمهم واحد اسمه ابراهيم وواحد اسمه مينا وضرب مريم وطرد عباس وعمل مش عارف اتنين يا ده كله هو الجن كل مره بيجي بشكل <applause> كل مره بيجي باسم مختلف وطبعا الشيخ متمكن كل مره بيحرق اثنين طب بتحرقهم بايه يا عم الشيخ بنحرقهم بالقران انت شوف المصيبه يعني والله اكتر حاجه ممكن تنرفزني واكتر حاجه ممكن تعصبني ان واحد يجي يقول لي اصل انا حرقت الجن بالقران يعني انت حرقت الجن بالقران هو ربنا نزل القران عشان يحرق ما تفهم انت بتتكلم في ايه افهم انت بتقول الاول الجن ربنا نزل القران عشان يحرق بيه الناس ربنا نزل القران دعوه يا اخي ربنا نزل القران شفاء ربنا نزل القران رحمه ربنا ن... اتكلم بالقران رحمه لنا وشفاء وهدى وكل حاجه طب انت جبت تحرقه منين يعني انا يا ريت حد يرد عليا والله انت جبت ان القران بيحرق منين ايه عرفك ان القران بيحرق الجن ايه عرفك ان اللي جواها خمسة وستة ايه عرفك ان اللي اسمه محمد ايه عرفك ان اسمه ابراهيم ايه انا جبت الكلام ده منين انت انت عارف جبته منين جبته من كلام المريض نفسه من اللي هو حضر عليه جن وابتدى يقول انا اسمه ابراهيم صدقته انت خلاص تاني مرة اسمه محمد صدقته خلاص تالت مرة اصلحنا معانا عيلة والعيلة ديت امنا اسمها مريم ومريم ديت اسلمت ودخلت مش عارفة فين ووهمت الناس بقصة جنون طب يا شيخ لا والله لو ما فهمت انت بتعالج ايه مش هتعالج حد يبقى اول اساس لوم اللوم على الشيخ نفسه وبعد كده اللوم على المريض ليه اللوم على المريض لان المريض لو ما عرفش هو بيتعالج عند مين يقول لك انا القرآن بتعلق في قشايه يا اخي تعلق في ربنا زي ما كان امبارح عندي اخت والله قسما بالله يعني الموضوع بي بي اخت بتعالج بقى لها سنتين او ثلاث سنين عند شيوخ جات لي كل ما تيجي تكلمها تقعد تعمل تعوج بقها وتبرق عينيها وتعمل ايديها كده وتعمل مش عارفه ايه طبعا انا قاعد نبص فيها ايه يعني مالك يا بابا فيكي ايه قالت فيك إيه؟ أي يعني زوجها او كان معاها اخوها بيقول لي اصل حضر عليها الجن قلت له مين اللي قال لك يا بابا هو الجن فاضي لك يا بابا لك او ما تخش عند الشيخ قال لي اصلا هكون ما نروح للشيخ يحضر اول ما يخش عند الشيخ وبعدين يبهدل الشيخ شو بعدين يمشي ويقول لك الشيخ يقول لك اسجلني طياري يا عم يعني مين اللي قال الكلام ده انا عايز افهم كده جبت الكلام ده منين مين اللي قال ان الجن بيحضر على حد بالصوره دي بالشكل ده انتوا خليتوا الناس يقولوا الشيوخ دول نصابين فعلا وحقهم طب انا ما اتكلمتش معاها ولا عملت معاها حاجه خالص، كلمتها كلمتين قعدت تكلمها بس الفرق بين الجن والفرق بين الشيطان والفرق بين الحاله النفسيه وان الشيوخ وهموكي بكذا وكذا وكذا قعدت تتكلم معايا عادي خالص ونسيت ان عندها اصلا جن ونسيت عندها سحر، اهلها بيبصوا عليا انت عملت لها ايه ده الشيخ بيقعد يقرا ساعتين عشان تكلمنا. طب انت يا شيخ انا قلت له انا كلمتها انا فهمتها بس. انا فهمتها الفرق بين الجن والقرين واللي هو الشيطان القرين والحاله والسحر والحاله والنفسية بس. انا انا بينت حطيتها قدام امر واقع حطيتها قدام نفسها مين اللي قال الجن بيحضر بالصوره دي يا ابو اصلا فالحلقه الشيخ لازم عشان يعالج يبقى فاهم هو بيعالج انت بتعالج جن ولا بتعالج سحر ولا بتعالج ايه بالظبط هل انت بتعالج سحر وراثي ولا بتعالج سحر قطراني ولا بتعالج ربط تاثيري ولا ربط ربط محيي سفلي ولا ايه بالظبط يبقى لازم الشيخ عشان يقدر يعالج يقدر يحط ايده على الجرح يقدر يحط ايده على الموضوع المرض نفسه تمام فانا دايما كل واحد يقول لي اصل السحر بيتجدد يا عم في سحر بيتجدد يا استاذنا الجن هو اللي بيغير اسمه والسحر معاك زي ما هو انت ما تعاركتش اساسا منه يقول لي يا عم ازاي ده انا رحت ل10 شيوخ وكل شيخ يطلع عليا جنين واحد اسمه مش عارف اتنين واحد اسمه يا عم ما فيش الكلام ده والله مش موجود يا ابني احنا حياتنا ربنا اقوى من الكل قرينك بيضغط عليك نفسيا عشان يوهمك ان القران بيحرق وبيضرب وبيصعق وبيحبس في ازازه وبي... قرينك بيوهمك بالكلام ده مع الساحر وابليس بيوهمك بالكلام ده عايزين لك رساله ان القران متعب فوق لنفسك والله القران ما بيتعب حد والله القران ما بيتعب حد القران شفاء يا اخي القران هدى يا اخي القران تسمعه تهدى ربنا قال كده يا اخي ربنا قال لك جني بيسمع قران تفضل طول عمرك تروح للشيوخ يضربوك ويبهدلوك ويخنقوك ويعملك مش عارف ايه بسبله القران يبقى يبقى ده الاساس اللي هو لازم نرتكز عليه الشيخ لو مش فاهم مش هيعالجك طيب يا شيخ انا رحت للشيوخ كلها وانتوا كلكم شيوخ افاضل وكلهم بيعالجوا السحر الماكول ما بيتعالجش طيب يبقى لازم الشيخ بقى انا بتكلم دلوقتي الشيخ بقى لازم الشيخ ينظر لثلاث مسائل اول حاجه تمام <applause> 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 <تص طبعا يعني نحاول بقدر الامكان يعني برضه موضوع الحلقه نقوله تاني يعني الاستاذ احمد بيطلب مننا ان احنا دايما نذكر موضوع الحلقه موضوع الحلقه اسباب فشل علاج السحر ايه اسباب فشل علاج السحر اللي انا هنقوله ده اول سبب ان السحر ممكن يكون وراثي تاني سبب السحر يكون اقتراني تالت سبب يكون الربط عند الزوجه وانت بتعالج الزوج يبقى يبقى دول ثلاث اسباب هم في سببيين عند المرا... عند المريض ودول بره المرض نفسه وعند المعالج لو المعالج مش فاهم يبقى هيفضل طول عمره يعالج في حاجه غلط طب لو المريض مقتنع بفكره مش عايز يغيرها هو مقتنع ان الجن هو اللي مدمر حياته تقعد تكلم فيه يا ابني مش الجن اللي عامل كده الجن ما بيعملش الكلام ده يقول لك لا ده اصل الجن ده الشيخ قال لي طب يا ابني انت بتصوت وتصرخ ليه او يا بنتي بتصوتي وتصرخ اصل الشيخ قال لي عليك جن طيب انا ما مصليش ليه يا بنتي ما مصليش اصل الشيخ قال لي عليك جن طب مال الجن ومال الصلاه يا ابني مال الجن ومال الصلاه انت الشيطان هو اللي له دعوه بالصلاه يا ابني الشيطان اللي هو اللي عدوه بين ليك مال الجن ومال الصلاه اصلا الجن جاي لك عشان ما تخلفيش هو شغلته دي بس الجن جاي لك عشان ما تتجوزيش هو شغلته دي بس اتصلي ما تصليش مش قصته تسمعي قران ما تسمعيش مش موضوعه هو موضوعه جاي عشان ما تخلفيش انت حره بقى يعني كان عندي حاله امبارح يعني صعبه جدا للاسف يعني تمت هي لسه بنت صغيره ولسه يعني شباب وكده وفعلا التبويض عندها اختفى مره واحده مفيش مفيش مبايض مفيش تبويض نهائي الدكاتره بيستغربوا ايه اختفاء المفاجئ اول مره تشوف حاله زي كده مفاجئ مفيش تبويض معناه كان تبويض عالي جدا طيب يعني ايه ايه اللي ايه اللي ضيع ده هي بتعالج بقى لها ثلاث اربع سنين وعند الشيوخ وبرضو السحر دمرها, دمرها جسديا وهي اتدمرت فكريا ونفسيا فبتعالج ومش لاقي حل طب يا بنتي اعملي بيقول لي انا زهقت من الشيوخ خلاص ما عادش طايقه شيوخ حتى انت قلت لها من حقك والله حتى انا مش طايقاني من حقك لان الشيخ دمروك نفسيا يبقى الشيخ لو ما كانش بيعالج صح يبقى يدمر الناس نفسيا ويدمرهم في العقيده كمان بينهم وبين ربنا هيطلع من عند الشيخ ما بيحبش القران ويقول لك القران ما بيعالجش حد اصلا ليه ما انا رحت الميت شيخ بتاع القران ما اتعالجتش يبقى القران ملوش لازم هو طلع من عند الشيخ كده نفسيا كده هو حتى لو ما قالهاش ب... بكلامه هو بيفكر فيها في دماغه انا رحت الميت شيخ من اللي بيعالجوا بالقران وحالتي زي ما هي يبقى يبقى القران خلاص ما حد يا عم الشيخ بيعالج اصلا بالقران غير مكانه هو بيعالج بالقران في مش موضوعه اصلا لو بيعالج بالقران في موضوعه هيتعالج بس تعالج بالقران والله والقران له مكان تعالج بيه عشان مش كله نروح نقرا عليه ايتين قران يلا روح يا ابني الشطف ومش عارف ايه وروح يا ابني لا انت دمرت الناس طيب اول حاجه هنفصلها اللي هي ازاي ان ممكن يتعالج البنت والسحر عند الام قبل كده لما اتكلمنا في علاقة الجن بالجنين ازاي الجن يأثر على الجنين وهو داخل الرحم او الحيوان المنوي وهو داخل الرحم اتكلمنا قلنا ان ممكن الجن عشان يتحكم في الحيوان المنوي او يتحكم في الطفل ده له ثلاث مواقف بيقف فيهم عند دخول الحيوان المنوي الرحم اول حاجة يغذي الحيوان المنوي على سائل منوي مسحور تاني حاجة يغذي الطفل أو الجنين في بطن أمه على دم مسحور بالحبل السري تمام؟ تالت حاجة يغذي الجنين بعد ما يتولد على لبن أم مسحور يبقى هو تحكم في تلت مواقف لل تلت مواقف أو ثلاث مراتب للجنين في بطن أمه، أول حاجة تحكم وهو لسه أصلاً حيوان منوي داخل ساعة الجماع للرحم وهو لسه بيسبح في يعني ملايين الحيوانات المنوية داخل الرحم الجن مش هيقدر يحدد أنه حيوان منوي هيوصل للرحم عشان يتحكم فيه فيعمل ايه يقول لك كلهم على 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 سم اللي ايه السم ده اللي هو سائل منوي مسحور السائل المنوي ده اللي بيحمل الحيوان المنوي الحيوان المنوي بيسبح فين في السائل المنوي طيب هو عشان يتحكم في المجموعه دي كلها الملايين اللي داخله دي يعمل ايه يجي عامل سحر الجن ساعه الجماع يحط سحر فين في السائل المنوي هو داخل الرحم كل الحيوانات المنويه دي عايشه فين وهي رايحه للبيضه رايحه عشان تخصب رايحه عايشه في سائل منوي سائل المنوي ده كانه سم هي بتشرب سم وهي ماشيه وصلت اما منهكه جدا وتعبانه ودخل يا دوب اتعلقت في الرحم وتقول لك بعد اسبوع حصل سقط طيب لو ربنا قدر انها تعيش يقول لك طب تعالي انت عديتي من المرحله الاولانيه اللي هي شربك للسائل المنوي مسحور طب خش ادخل الرحم يلا وتعلق في الرحم بعد كده يغذيه على على دم مسحور دم من بطن الام الحبل السري مسحور ما هو دم الام فيه سحر عشان كده بقول ان السحر مرض حقيقي موجود في جسمك مش مش حاجه نفسيه او او وهم او جن بس السحر ده طلسم انت شربته او كلته دخل جسمك زي شفره ومشت في دمك كله وتحكمت في جسمك كله تمام طيب دم الام كله سحر من اوله لاخره سحر طيب دم الام ده الطفل بيتغذى عليه طيب الطفل اتغذى على ايه؟ اتغذى على دم مسحور بعد فتره بعد شهر بعد اتنين يقول لك النبض بتاع الجنين ضعف بعد كده النبض وقف بعد كده الجنين سقط طيب نروح للدكتور تاني طيب يلا هنعمله حجم هنعمله حجم مجهري تاني وهنعمله مش عارف ايه تاني يلا مره كمان هوب بعد الشهر السابع في الشهر السادس هوب الجنين سقط يبقى هنفضل طول عمري فين طيب عشان الجن ما يشككيش ولا يشكك ان ده موضوع جن ولا بتاع خلاص يلا انت الاول مره وقفك وانت ساعه الجماع تاني مره وقف الجنين وهو في رحم الام تالت مره خلاص خلفي اولدي لكن هنغذي الطفل على ايه على على, على لبن من سدي الام مسحور يبقى اتحكم في ثلاث مداخل لجسم الانسان او الجنين ده وهو لسه في بطن امه طيب الشيخ مش واخد باله من ده كله بقى ده للاسف الشيخ مش واخد باله من القصه دي كلها هو واخد باله من ايه هو واخد باله ان 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 الشخصيه اللي قدامه المريضه ديت عندها سحر طيب الاساس فين ما خلاص هو اتغذى هو حيوان منوي واتغذى وهو في بطن امه واتغذى بعد ما نزل من بطن امه من لبن امه عاش حياته كلها الطفل عليه اعراض بتظهر وان شاء الله هنتكلم عن الاعراض دي بتفصيل اعراض بتظهر طول عمره لحد ما بلغ وانت مش واخد بالك منه يعني الاعراض اللي هي يعني مشهوره او ازاي نعرفها ان هي فعلا في مشكله عند ابنه ولا لا اكثرها يعني تلاقي الطفل يقوم يتفزع باللي هو نايم ان الطفل بعد يوصل سن معين خمس ست سنين ويتغابى كان ذكي جدا وفي في الحضانه مثلا وكان ماشي كويس وبعد كده غابه بعد كده الطفل بقت تجيله امراض عضويه مزمنه ما تجيش لاطفال بعد كده الطفل ابتدى جسمه يضمر بعد كده الطفل ممكن يحصل له ثقب في الرئه يحصل له مش عارف فين هوب مات الطفل. طيب واحد يقول لي يا عم شيخ هي انت خليت الجن يتحكم في في الطفل ومن ربنا فين؟ ما هو ده بقدر ربنا يا استاذ. يعني أنا عايز الناس ما تبصش لبس ايه جن مسالم او السحر او السحر ده حاجه لا ما هو ده شر لكن ربنا خلق الشر ده، ربنا اللي خلقه وربنا اراد بيه. يعني واحد يجي يقول لي يا عم شيخ طب, يعني عشان بدر نضرب مثال، واحد بيزني مثلا هل ربنا بيحب الزنا؟ او بيحب الشر ده لا ربنا خلقه خلق الزنا خلق الشر ده خلق الحرام خلق القتل لكن ربنا ما امركش بيه يبقى ربنا بيبغض ذلك لكن برضه بقدر ربنا يعني الجن حط الس... حط السائل المنوي في سحر بقدر ربنا و... ودخل للجنين برضه دم بقدر ربنا وغزاه على سائل على لبن مسحور برضه بقدر ربنا ما هو ده كله بقدر ربنا لكن ربنا مقدر كده ربنا قدر الشر وخلق الشر لكن لكن امرك تبعد عنه <applause> يبقى عايزين بقى نتكلم في العقيده شويه اللي هي انت هل انت مصير ولا مخير واحد يقول لي انا مصير لا انت مش مصير طب انا مخير لا انت مش مخير لا انت مصير ولا مخير انت لا مخير مطلق ولا مصير مطلق انت بالاثنين تمام يبقى انت اه جن اتحكم في ده تتحكم في ده اتحكم في الحيوان من هو داخل الرحم اتحكم في في في, في الدم الام متحكم في لبن الام بعد ما تولد الطفل يعيش طول عمره في ال10 سنين دول وهو بيعاني وانت مش واخد بالك بيخس جدا بياكل كتير جدا وما عليه شقي جدا بينام مثلا بكل شويه كعب اللي هو ماشي وقع على وشه يقوم من النوم يمسك هدومه مش عارف تلحقوني انا مش عارف ايه يقوم من او يبقى قاعد كانه بيلعب مع حد في البيت وانت مش واخد بالك يقول لك سيبه ساكت يا عم العيل بيحب يلعب هو انت جايب له لعبه ولا اتنين وبعد كده يبدا الطفل يذكر اسماء مش موجوده حواليه يقول لك صاحبي مثلا فلان لانه فعلا هو كان قاعد مع جن بيلعب معاه فعلا وشايفه فعلا انت مش شايفه تمام يقول لك صاحبي فلان او يذكر اسماء مش موجوده ودي بتبقى خلاص تدخله في قصه تانية طيب قبل يعني كنت عملت بس على, على الصفحه بتاعت اللي علاج مرض السحر في واحد وكنت و و و عملت بس عن الانسان المخنس الانسان المخنس بدايته بتكون ده وان شاء الله هنبقى يعني نتكلم عنه بتفصيل دقيق وبالراحه عشان انا هنلاقي اعتراضات كتير على الموضوع ده يعني انا انا بندرس الموضوع دراسه دقيقه ليه عشان لما نوصله للمشاهد نوصله صح عشان نعرف انا متكلم فيه يعني نوصله لك نجربه تمام لك. طيب لو انت شربت المساله دي هتلاقي نفسك كل حاجه ماشيه معاك كويس الطفل ده بيحصل له ايه عشان نعرف ابني إيه هيطلع انسان فعلا عليه اعراض شواذ مثلا او او انسان مخنس او او هرموناته هرمونات انوثه او بنتي فيها هرمونات ذكوره ولا لا بيحصل عليها اعراض عن بنتكلم فيها بالتفصيل عشان تعرف ابنك من ساعه ما يتولد ابني منهم ولا مش منهم هل هو فيه هرموناته مش مظبوطه ولا مظبوطه بنتي نفس الطريقه فيها مشاكل ولا ما فيهاش مشاكل في اعراض بتظهر عليها بين قدامك عن نتكلم عنها من غير تحليل ومن غير حاجه طيب يبقى اول حاجه الانسان اللي هو المخنس ده الانسان المخنس ده دي طائفه من المجتمع دول ناس عايشين معانا دول ناس قريب منك انت بتشوفهم بس ممكن التخنيس ده بيبقى له درجات درجه ان ان يكون مخنث عضويا يعني خلاص بقى في تخنيس عنده اعضاء بنت او هي عندها اعضاء ذكر تمام طيب في حاجه تانية اخف شويه بتكون الطفله او البنت ديت عندها هرمونات ذكوريه عاليه او الولد عنده هرمونات انوثه عاليه دي برضه من نوع التخنيس او ممكن البنت بعد فتره تلاقيها عندها ميول الشزوز او الولد عنده ميول الشزوز دي بتبقى برضه حاله تانية حاجه ثالثه تمام كل حاجه من دول لها تفصيل وان شاء الله نبقى نتكلم عنه بتفصيل تاني تمام لكن اللي عايز نوصله او ندي فكره ان الجن يتحكم في ده عشان يوصل لك يطلع لك ابنك عنده ابنك مخنس او عنده هرمونات او زهري زي ما الناس بتقول يقول لك انا زهري انا زهري هو مش واخد باله يعني زهري هو لو يعرف يعني ايه زهري هيقول لك انا مش زهري ولا عايز يبقى زهري اساسا الزهري تبع الجن عشان واحد يقول لي لا ده انا مكشوف عني الحجاب لا انا زهري تبع لا انت مش زهري انت انت مش تبع انت مش مكشوف عنك الحجاب انت ممكن تكون في نفسك وانت عارف نفسك اكتر انسان بتؤذى اكتر انسان عندك مشاكل في حياتك اكتر انسان عندك هموم في حياتك اكتر انسان بتفشل في كل حاجه ويقول لك اصلا انا ده عقاب ليا عشان انا انسان تبع ربنا لا انت مش تبع ربنا ولا انت فيك حاجات من الجن فلو انت انسان زهري عالج نفسك. عالج نفسك بسرعه كمان عشان الموضوع ما يزيدش معاك وتلاقي حياتك تتدمر وتقول اصلا الناس المؤمن مبتلى هو بيوصل الناس انه هو مؤمن وعشان كده هو عشان مؤمن هو مبتلى. فلا انت مؤمن تبع الجن وتبع العفاريت مش, آه مش تبع الايمان اصلا تمام؟ فيا ريت اللي يقول لك انا زهري انا معايا خدمه انا بنعالج برحمه ربنا انا بنعالج بالجن انا اوعى عنه اوعى اوعى تروح لحد يقول لك انا معايا جن وتعالج عنده ولا تقعد معاه اصلا. ابعد عنه لانه ده هيضرك لو اخوك للاسف كان عندي حلم امبارح بتقول لي اصل شيخ ده ده عمي وانا ما نقدرش نبعد عنه ده عم لا يا بنتي والله والله لو اخو لو ابني هنبعد عنه لانه ده ما عندوش ما عندوش هو هو بيضر اللي حواليه من غير ما يحس ممكن هو يكون نفسيا ما يضركيش ويقول لك انا ما يضركيش لكن هو هو ممكن يضرك من غير ما يحس لان اللي معاه غصب عنه بيضغطوا عليه بيخلوه يضرك طيب يبقى اول مساله في الاسباب اللي تؤدي لعدم نجاح علاج السحر ان الانسان يكون الانسانه دي تكون عندها سحر وراثي من الام يبقى انت بتعالج في الفرع وسايب الجذور او سايب الـ الـ الاساس زي ما هو ما عالجتوش طول عمرك بتعالج في الحل اللي قدامك دي عندها مغص عندها نزول شعر عندها لخبطه في الدوره ما بتخلفش ما بتتجوزش ما 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 كل الاعراض تكلم عنها براحتك وعندها عصير على المأكول ومشروب ومدفون وكل انواع السحر شخصت انت الكلام ده طب عالج يقول لك لا انا اديتها كل الحاجات اللي ممكن تتعالج بيه مفيش نتيجه اما انا رحت للشيوخ كلها يعني الشيوخ كلهم فشله مفيش حد فيهم نافع مفيش حد فيهم عرف الشخص اللي عندي مفيش حد فيهم عرف يطلع الجن اللي عليا وبعد كده يقول لك اصل الجن اللي عليك ده جن مارد ما بيطلعش وبعدين لا ده اصل الجن اللي عليك ده جن طياري كل ما بيجي عند الشيخ يمشي اول ما بيوصل وصل البيت يلبسك تاني يا يعني عم مفيش الكلام ده اصلا يعني مفيش المصطلحات ديت الشيوخ الشيخ بيقولها لما يكون يفشل الشيخ بيقول لما ما عادش يلاقي حجه يقولها ما عادش يلاقي حاجه اصلا يقولها فيعمل ايه يقول لك اصلا ده سحر بيتجدد وانا ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه اصلا الجن اللي عليك طياري وهو اول ما يتروح البيت يجيلك لك تاني اصلا انا عملت كل حاجه معاك وانت كده عندك حد مستقصدك كل شويه بيعمل لك سحر جديد وشغلانه مش هتخلص منها يا استاذنا السحر ده مرض زي اي مرض يخطر على بالك أول ما بتتعالج منه كل الأعراض بتروح من عندك، بس تعالج صح. وتسمع الكلام اللي بيعالجك لو هو شيخ فاهم صح. أوعى تخلي الجن اللي معاك يتحكم فيك وترمي العلاج، يعني أنا في بعض حالات تجيلي آه خد كذا. يقول لك لا 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 ده صعب جدا. لا يا بنتي اعملي كذا، لا أصلًا ما نقدرش نشرب مش عارفة إيه. يا بنتي طب اعملي كذا، لا أصلًا أنت اللي معاكي بيقنعك عشان ما تاخدش العلاج. اللي معاكي مسيطر على تركيزك وتفكيرك عشان يبعدك عن العلاج. لكن انت لو اقتنعتي بالكلام وفعلا نفذتي ونفذتي زي ما هنقول لك بالتفصيل والله خلال اسبوع ما هتلاقي حاجه عندك خالص من اللي انت عشتيه او اي حاجه انت عملتيها. فيا ريت الناس تعرف هي بتعالج ايه وياريت ريت المريض يعرف هو بيتعالج عند مين أو, بتعالج او مين اللي بيعالجه هل بيعالجني صح ولا مش صح؟ كان عندي حاله النهارده بيقول لي انا رحت شيخ مشهور جدا والشيخ وقف حالي ونصب عليا مش عارف في كم مليون وعملت مش عارف ايه يا استاذنا ايه وداني له اصلا؟ يعني انا عارف ان ده سمعته مش كويسه ان ده بيعالج بجن ان ده مش عارفه ايه ان ده ما نروحلوش اصلا ما نحطش نفسي في طريقه لان هو عنده سيستم ماشي عليه وللاسف يقول لك يا شيخ والله اصله بيعالج بخدمه ربانيه اصله عالجني اداني ورقه وحجاب وقال لي مش عارفه ايه كده احنا بنعالجه السحر بحاجه اقوى منه عشان يبعد عنك والقصه دي يا استاذ اي حد هيعالجك بالجن اللي بيعالج بجن واللي عمل لك السحر نفسه هما الاثنين شغالين عند ابليس دي رساله بنوصلها خد الكلمه دي وفهمها صح اللي عمل لك السحر ده عمل لك سحر بجن وشغال عند ابليس واللي بيعالجك من السحر بسحر اللي عمل لك ورقه وحجاب او قال لك انا معايا جن بنعالج بيه هو برضه بيعالجك بجن بسحر وشغال عند ابليس هما الاثنين هدفهم واحد الاخر ارضاء ابليس لا ده خلاص هو ضرك وانتهينا ولا وده مش هيعالجك لأنه هو شغال عند ابوه شغال عند عند اب الكل شغال عند ابليس تمام فيبدا الانسان يعالج طول عمره ويتعالج طول عمره وبعدين يقول لك أصلاً بنعالج برحمه ربنا بنعالج مش عارف من ايه انا رحت عملت كذا وهو واهم نفسه أنه هو ان هو بيتعالج وبعدين ما بتعالجش اصلا ولا في اثار اصلا علاج عليه ولا لا نتيجه للموضوع اساسا ولف طول عمره عند الشيوخ ما فيش نتيجه طيب يبقى الاساس إن الشيخ يعمل إيه؟ يعرف هو بيعالج إيه، لو الإنسان المسحور قدامك فيه سحر وراثي زي ما احنا قلنا كده، السحر ممكن يكون عند الأم، أنا قلت طريقته اللي هي اللي الجن بيتحكم فيها في دخول الحيوان المنوي وكده ليه؟ عشان الناس تعرف هل أنا فيها سحر وراثي ولا ما فيش طيب إيه أكتر علامة تدلك إن فيه سحر وراثي عند البنت؟ إرجع بالأعراض بتاعتها لورا شوية. يعني ما تعلقش دماغك على الموقف اللي البنت تعبت فيه. ما تعلقش دماغك ان البنت ما بتتجوزش بس وتقول لي اصلا عندها سحر بعدم الجواز وخلاص لا ارجع ارجع ورا اول حاجه هتلاقيها ان اول الدوره ما جت تتلخبط عليها ان اول ما في هرمون تاني دخل جسمها اللي هو هرمون دم الدوره ابتدى يظهر في جسمها هرمونات الدوره ديت هرمونات الانوثه او البلوغ ابتدت هرمون الدم الدوره اللي هي خدته من الام اصلا هما الاثنين متعارضين مع بعض مش متفقين فتروح الدكتور يقول لك اصلا عندك استحاضه وشرعا عن انت عندك استحاضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لام سلمه تقريبا المسلمة رضي الله عنه وارضاها انها راكده من رقبة الشيطان دي نزغه من الشيطان او فعل من فعل الشيطان لان الجن يعمل الكلام ده فانت تروح تعالجي مره واثنين وثلاثه وعشر ما فيش نتيجه ليه؟ او ممكن بعد ما تتجوزي يحصل نزيف او ممكن بعد ما تتجوزي ودي حال الناس بتعاني منها كتير جدا يقول لك انا عندي فرازات غريبه وريحتها وحشه جدا لدرجه ان جوزي هيطلقني وفعلا بيحصل طلاق من المساله ديت اكتر ليه يقول لك انا مش هنعيش مع في الوضع ده ريحه بق كريهة جدا مثلا بيطلع منها ريحه نفاذه وهي قاعده ريحه عرق غبيه جدا ريحه مش ليه يا عم ليه ليه لان هي عندها حاجه في الدم نفسه في سحر في الدم عالج ده الاول يا شيخ وبعد كده تبقى ادور ايه المساله او او الست البنت دي عندها عرض ولا ما عندهاش عرض يبقى عشان نعالج السحر الوراثي لازم يتعالج البنت والام لازم تعالج الابن والاب او الابن والام طب يا شيخ هو ممكن السحر يتورث لكذا جيل اه طول ما في دم الناس الانسان ده عايش وما انقطعش وهو موجود وصلت يعني الام عند البنت عندها سحر اتجوزت وخلفت ابنها بنتها عندها سحر اتجوزت خلفت واتجوزت وخلفت بنتها عندها سحر او ابنها عنده سحر خلفت اتجوزت وخلفت عنده سحر يبقى احنا عن كل كل ماده كل ما السحر معاه معاك معاك تمام لكن ممكن اعراضه تختلف من انسان لانسان أعراضه تختلف من عند الام للبنت او من الام للجده تختلف من ايه قوتها اساس اساس السحر فين يبقى دي اول حاجه نعرفها ان هل السحر يعالج بالصوره ديت ولا لا يعالج تاني حاجه ان يكون السحر اقتراني يبقى اول مساله ان السحر يكون ايه ان السحر يكون وراثي من الام تاني مساله ان السحر يكون اقتراني الساحر بغباوته وفساده يعمل ايه يقول لك عشان انا نفضل متحكم في المساله وعملت السحر البنتي ما اتجوزتش عشان غير 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 البنت ديت يروح له ده انا عملت لها سحر ما اتجوزتش ده انا عملت لها سحر ما يخرش الميه ده انا عملت لها سحر ده شيخ سفلي ده شيخ مش عارفه ايه طيب راحت عملت سحر عند الراجل ده وبعد كده بتعالج البنت يعني ما اتجوزتش، ليه ما اتجوزتش؟ لأن الساحر عمل حاجة اسمها سحر اقتراني، يعني إيه سحر اقتراني يا شيخ؟ إنه بيربط بنت ببنت. يعني مثلاً هو عامل سحر البنت عشان ما تتجوزش. أخت البنت دي عندها خمس سنين. هو عمل سحر للبنت اللي عندها خمس سنين وعمل سحر للبنت اللي هي عندها عشرين سنة. ربط البنت الكبيرة بالبنت الصغيرة، البنت الكبيرة ما تتجوزش غير لما التانية توصل سن الجواز. وصلت؟ يعني يفضل طول طول عمرها بتلف عند الشيوخ وبتتعالج عند الشيوخ وتعبانه عند الشيوخ وبنتعالج من سحر عدم الجواز ومتتجوز اول ما اختها الصغيره تكبر وخلاص يجي عرسان تبدا هي يجي عرسان طيب جالي عرسان يا شيخ ما فيش جواز برضو الاعراض طبعا هتكلمنا على الاعراض كلها ازاي نعرف ان انا عندي سحر بعدم الجواز او العنوسه ولا لا, لا. فلو الاعراض اللي احنا اتكلمنا راجع الحلقه اللي فاتت هتلاقي الاعراض دي عندك تمام طيب نعمل ايه طيب ما هو الساحر له كذا له كذا صفه طيب اول ما الشيخ او الشيخ اللي بيعالج اللي هو معالج صح ومش فاهم المساله يعالج البنت اللي عندها السحر اللي هي ظهر عليها الاعراض ما هيقول لك مش معقول البنت الصغيره دي عندها سحر تمام البنت امتى بقى يحس ان عندها سحر لما توصل سن البلوغ ويبدا دم الدوره اللي عندها اللي هو عامل بيه السحر يبدا هورمونات ما تتفقش مع... مع الهرمونات وفين تقول لك انا بنتي الصغيره عندها الم جامد خالص والبنت وب... الكبيره والبنت الصغيره لسه باديه الدوره بتلخبط عندها وعندها سقوط شعر وسكتة ما بتتكلمش وفشلت في المدرسه وملهاش نفس تقعد مع حد وبتعيط من غير سبب وكل شويه تتخانق معانا هي حست فين حس ان ال... الطفل او الطفله ديت عندها مشكله بس امتى لما ابتدت تكبر كانت البنت الكبيره سن الجواز عدى عليها ياه هو انت انت متخيل القصه ازاي؟ عشان كده بنقول لك يا جماعه الموضوع مش موضوع انت هتروح للشيخ وخلاص والله وما انا مش بنقول لك عشان تجي لي انا اوعى تفكر انا بقول لك كده عشان تروح للشيخ راضي لا يا عم مش دي القصه انا بديك علوم انا بديك علم تروح للشيخ راضي تروح للشيخ ايا كان الشيخ بس يكون معالج وفاهم ده لو الشيخ مش فاهم ده ما لو كان اشهر شيخ في الدنيا كلها ومش فاهم الكلام ده ما تروحلوش انا وغيري تمام يبقى الشيخ واخد باله منين ان البنت عندها سحر بعدم الجواز عمال يعالجها وخد الشطافي واعملي ورد واعملي كذا البنت سابت الشيخ ده راحت للتاني وسابت الشيخ ده راحت للتاني وسابت انا سني بيروح مني انا خلاص اتدمرت انا وصلت 30 وصلت 35 وصلت 40 يا بنتي خلاص الدورة ده انقطعت معاك كانت البنت الصغيره لسه باديه الخطب بعد ما حياتي دي راحت منها خلاص اتدمرت منها هيجي لها عريس يتجوزها سنه ولا اتنين العريس عنده 60 سنه ولا بتاع مات العريس ابتدت هي ارمله او معاها طفل بتربي فيه والدنيا خ... باظت معاها لسبب في الاصل اللي هو ايه؟ ان الشيخ ان الساحر غبي والشيخ ضعيف. ان الشيخ مش واخد باله من المسائل دي كلها، الشيخ واخد باله من ايه بس؟ ان البنت عندها سحر بعدم الجواز، الاعراض موجوده موجوده، انا ما اقولكش انت ما انت ما شخصت صح، انت شخصت مية شخصت ان البنت عندها سحر سحر موجود معاها والاعراض موجوده. طيب عالجته؟ اه بنعالج فيه بس ما بتعالجش ليه؟ يبقى انت مش فاهم انت بتعالج إيه؟ تمام؟ يبقى نعالج ايه الاول؟ نعالج الاساس اللي هو اصل الموضوع نشوف البنت دي لها فعلا سحر مقترن بحد من اخواتها ولا لا؟ نشوف البنت دي حد مقترن السحر ده مقترن معمول طلسم واحد مقسوم بينهم ولا لا؟ هل في اعراض مشتركه بينهم ولا لا؟ لو في اعراض مشتركه نعالج الاثنين مع بعض وبرضو لازم تحدد نوع السحر اللي معمول عشان انت ممكن تعالج ممكن السحر بغبائه يكون عامل للبنت الصغيره سحر منفوخ مأكول له طلسمين والبنت الكبيره سحر منفوخ بس ماكول بس يبقى الجن اللي بيوكل البنت السحر والصغيره كلت السحر رسمي يعني كلت السحر لكن الكبيره وكلها سحر مع جن يبقى سحرين مع بعض سحر منفوخ على اكله هي كلته والجن اللي وكله لها معاه طلسمين سحر طلسم السحر المنفوخ وطلسم السحر الماكول والبنت الصغيره معاها السحر الماكول بس هي كلته رسمي تمام يبقى الجذور القويه فين الجذور القويه في بطن البنت, الصغير البنت الصغيره البنت صغيرة وانت بتعالج في الكبيره والموضوع كله انت مش واخد بالك منه يبقى الاساس فين يا شيخنا الاساس فين ان نعرف انا بنعالج ايه نعرف البنت دي معاها سحر اقتراني ولا معاهاش طيب اكتر علامه يا شيخ انا انا نبذات عشان تعرف هل ده فعلا انا معايا الاعراض دي ولا مش موجوده معايا اكتر علامه تدلك ان انا معايا سحر ماكول ولا ما مش انا معايا سحر اقتراني معايا سحر اقتراني لو انت لو البنت الصغيره والكبيره بيتعبوا في وقت واحد طب ما بيتعبوش في وقت واحد الشيخ, الشيخ بيقرا مثلا بيقرا على البنت دي خلاص البنت دي في مكان تاني ومش عارفة حاجة وخلاص طيب لأ أنا مش قصدي على تعب الجن خالص إلغي موضوع تعب الجن ده من حياتك شوية عشان تعرف انت بتعالج إيه لو البنت الصغيرة دورتها ملخبطة والبنت الكبيرة معاها دورتها ملخبطة لو البنت صغيرة عندها تعب في المعدة والكبيرة عندها تعب في المعدة لو البنت الصغيرة عندها شعرها بينزل والبنت الكبيرة شعرها بينزل اربط الأعراض ببعضها هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا وهتلاقي نفسك بتعالج وتعالج الصح وتعالج الاثنين وخلاص والقصه تنتهي ومش مضطر تروح ل 50 شيخ ولا 100 شيخ ولا حد خالص ولا تروح لاي انسان اصلا تمام طيب الاصل في المساله كلها ان يكون عندك قوه ايمان بالله ان ربنا هو الشافي اوعى تروح لشيخ تقرا قران عشان خاطر دفع الجن بس للاسف انا دايما بنقع يعني الناس بتقع في المساله ديت يقول لك انا بنقرا سوره البقره كل يوم ليه بتقرا سوره البقره كل يوم عشان ما يجيليش الجن طب لو انت الجن مش معاكي اصلا ولا معاكي سحر هتقرا سوره البقره لا ليه طب بتقرا سوره البقره ليه عشان ندفع الضر بس ندفع الجن بس لا يا بنتي ربنا ما قالكيش اقرا سوره البقره تدفع الجن بس اقرا القران عباده واستحمى بالقران عباده وتعالج بالقرآن عبادة الأصل الأصل في المسألة لازم يكون عندك نية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منكم ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا وصباء مرة أن ينكح فهجرته إلى ما هجر إليه أنت بتتعالج بالقرآن ليه يا شيخ أو بتعالج بالقرآن ليه أنت يا بنت راحت تعالج عند الشيخ ليه أو أنت بتسمع قرآن ليه بتسمع الرقية ليه بتسمع سورة البقرة لي؟ ليه ليش الشيخ مديك ورد انت اعتمدت على 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 على, على السبب وسبت المسبب عشان كده الشيطان اشتغلك بايه اشتغلك بالسبب معلش اللفظ يعني لكن لكن هو ده اللي دارج يعني الشيطان ضحك عليك بايه بالسبب ايه السبب يا شيخنا يعني بسط لنا المساله شويه بالله عليك القران قرينك وهمك ان الجن ان القران متعب قال لا طب ده انا بروح للشيوخ بيعالجوني بالقران هو انا هنسمع قران نتعب ما تفهمني يا شيخ روح للشيخ اللي بيعالجك وقول لك انت انت سامع القران تعب وقول لي يا شيخ ده ربنا نزل القران عشان نصحوا بيه عشان نتعالجوا بيه عشان نبقوا كويسين بيه طب انا بنسمعه ونتعب يبقى الجن اقوى من القران يعني فهمني يعني انا عايز نفهم الجن يا شيخ اقوى من القران لا يا ابني مش اقوى من القران ربنا اقوى وكلام ربنا امال انا بنسمع قران نتعب ليه يا شيخ فهمني يعني انا عايز الشيخ يفهمني بقى انا انت بتعالج بالقران يعني ايه يعني انت معاك حاجه بتعالج بيها قويه جدا هي القران طب انا يا شيخ اللي القران اللي انت مديهولي ده بنسمعه نتعب يبقى انت بتعالجني بحاجه متعبه يا عم حسن 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 عقيدتك مع, مع علاج القران الاول يا شيخ حسن عقيدتك مع علاج القران الاول نعرف انا بنعالج بالقران ايه انت وهمت الناس ان القران متعب اصلا امال بتعالج بيه يا شيخ بتعالج بحاجه متعبه فهمني لو بتعالج بحاجه متعبه مش عايزك طب انت بتعالج بالقران اللي هو قران اللي هو كلام ربنا اللي هو شفاء ورحمه وهدى وشفاء من كل الامراض انت بتعالجني بيه طب عالجني تعبني يبقى انت مش بتعالج الجن بالقران يا شيخ بقى انت بتعارض القران مع قرين المريض القرين ده اللي بيكره القران اصلا عرضته فين عرضته على نفسيه المريض ضعيفه والله الكلام ده هو يعني لو الناس فهمته هتلاقي كل مشاكلك في موضوع الجن والسوء الحل انت صدرت القرآن في عند مع القرين مع مريض ضعيف المريض اصلا نفسيا ضعيف هو جاي لك تعبان انت قلت له يلا خد يا ابن الورد واسمع يا بنت القران اهو القرين بيقول لها خلي بالك ده القران متعب مش بنت فلان سمعت الرقيه صوتت تصرخت مش بنت فلان لما سمعت آية الكرسي وقعت مش عارفة فين، مش فلانة أختك لما سمع لما الشيخ قرأ عليها صوتت وصرخت، خلاص صوتت وصرخي يا بنت وشغال. أنت عرضت فين بقى؟ عرضت القرين مع القرآن مع إنسان ضعيف نفسياً أو متدمر نفسياً. يبدأ يسمع قرآن يصوت وصرخ وتقع وتعمل صوت ومش عارفة إيه وبتاع، ده أنا سمعت القرآن تعبت، خلاص سيبنا من الشيخ ده أصلاً لأنه كده مش نافع، تعال روح للشيخ التاني. روح للشيخ التاني نفس الطريقه برضه خد يا بنتي اعملي ورد واعملي شطافي ودهني وبتاع مش عارفه ايه يلا طب وبعدين برضه عرض القران مع القرين مع انسان ضعيف مع شخصيه ضعيفه اقعد مع المريض وفهمه ايه الفرق بين القرين وايه الفرق بين الجن وايه الفرق بين الحاله اللي انت فيها والفرق بين اعراض السحر عليك هتلاقي المريض ابتدى يفهم انا جالي جالي مغص من ايه طب انا جالي فكر اني ما نصليش من ايه طب انا لما سمعت القران تعبت من ايه حاول بقدر الامكان لو انت ابتديت تدي المريض نفسه الداتا او او المعلومه ديت هيبدا المريض يعرف اه يا عم ده انا اصلا ده ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى إيه ربنا خلق الجن لعباده يا شيخ امال لما سمع القران تعب ليه يبقى إيه مش الجن يا ابني وصلت <applause> طيب هو هو انا من في الاتصالات ووقت الحلقه تقريبا يعني يكاد ينفذ خلاص لكن هنتكلم يعني باقي الحلقه ان شاء الله المره الجايه يعني برضو انتظرونا يعني تمام فلو انت رحت للشيخ واداك قران وسمعت القران تعبت يبقى انت مش بتعالج في الجن انت بتعالج القرين والانسان نفسه اللي تعبان ده عنده هوس نفسي وعنده معلومات في دماغه ان كل اللي بيسمع قران وعليه جن بصوته يصرخ وانت ابتديت يا شيخ بم... ب... ب... بدون قصد يعني ممكن تكون قصد الكلام ده او عدم معلومه او عدم معرفه ايا كان الصوره فشل منك ايا كان الوضع ابتديت تحط القران في معارضه مع القرين والمريض نفسه عمال كل ما يسمع قران يتعب ويسرق يا عم طب انت المساله ايه يا ابني مش الجن اللي بيتعب من القران والله قولا واحدا القران ربنا نزله شفاء وهدى ورحمه لما سمحت وصوتت صرخت صوتت صرخت مش من الجن يا ابني ده من قرينك اللي وهمك ان القران متعب وبيحرق وبيصعق وبيضرب وبيشوي ونزل وطلع وقرينك والشيخ سعده في المساله ديت انت رايح له انسان عايز تتعالج وبعد كده هو صدر لك المساله ديت وانت بديت في معاناه ايه المعاناه؟ انا معاناه عايز نصلي كان زي انا مسلم عايز نصلي وبعدين لما سمحت لما جيت صلي تعبت مين اللي قالك ان الجن نفسه يا ابني؟ مين انا عايز افهم مين اللي قال ان الجن نفسه وهو واقف بين ايد اللي خلقه يقدر عليه يعني انت بتحط بتحط معارضه بين القران والجن وربنا يا يا شيخنا يبقى الجن ربنا خلقه وقال لك علاجك منه انك تسمع كذا وكذا وكذا سمعته تعبت يبقى انت ما بتسمعش القران يبقى مش الجن اصلا مين بقى اللي ربنا قال لك عليه عدو مبين مين العدو مبين يا شيخ القرين اللي هو بوسوس اللي هو شغال 24 ساعه بيدمر فيك الشيخ سابق القرين وساب اعراض السحر اللي هي في جسم الانسان وشغال الجن عمل لك كذا والجن عمل لك كذا والجن عمل لك للاسف الانسان ضعيف ايمانيا والانسان بيحب الحاجه السهله اصلا والانسان بيحب يتواكل على الحاجه اصلا والانسان بيحب يتكاسل والانسان بيحب يلاقي الحاجه السهله كل ده هو لقى في الصلاه سبله انا عليا جن مصليش لقيت اني ما نسمعش قران عشان عليا جن ما نسمعش قران لقيت اني ما نلبسش عشان خاطر عليا قران لقيت اني ما نشتغلش في البيت عشان عليا جن لقيت اني ما نشتم عشان عليا جن لقيت اني انام عشان عليا جن لقيت ان انا عايزه كل حاجه عن عايزاها نطلبها تجيلي عشان عليا جن لقيت شماعه والشيخ ساعد الناس في المساله ديت الشيخ ما بينش المساله بالظبط ان الجن ملوش دعوه بالعباده ربنا خلق الجن للعباده قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى ربنا خلق الجن للعباده مش عشان يصوت ويصرخ الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم بتفصيل إن شاء الله يعني نتكلم بين فرق بين القرين والجن وأعراض السحر والمرض النفسي ونكمل مسألة إيه مسألة إيه اللي ممكن يخليه نقعد نعالج في السحر طول عمري وما بيتعالجش بأول حاجة قلنا عنها إن لما يكون السحر وراثي تاني حاجة لما يكون السحر اقتراني ونكملها المرة الجاية إن شاء الله لما يكون السحر معمول للزوجة وأنت بتعالج في الزوج أو الرفض معمول للزوجة وأنت بتعالج في الزوج ويكون الشيخ مش فاهم هو بيعالج إيه ويكون المريض هو بيعاند في الشيخ ودي اكبر المسائل اللي ممكن نتكلم عنها يعني عشان وقت الحلقة يعني خلاص انتهى ان شاء الله الحلقة الجاي نكمل باذن الله نشكركم على حسن استماعكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك